السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا من إخواني المهندسين والمهندسات. النهاردة لقاؤنا في الفيديو رقم 168 في أو 169 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، وهو يعتبر مكمل للفيديو السابق اللي كنا تكلمنا فيه عن الأعمال أو المستندات اللي بيتم إدراجها في الويكلي بروجريس ريبورت كأداة من أدوات إدارة المشاريع أو إدارة المشروع اللي أنت بتكون شغال فيه، وتكون عارف انت وصلت لفين بالنسبة لتقدمك في الأعمال بالنسبة للمشروع اللي معك. ذكرنا بعض المفردات في الفيديو السابق، وخلينا نشوفهم. يمكن كنا اتكلمنا في الاكسكيوتيف سامري انه في الهايلايتس بالنسبة للسيفتي، في الأعمال اللي احنا سلمناها المايلستونز الميجر كريتيكال اريا فور كونسيرن، دي النقطة اللي اتكلمنا عليها في الفيديو السابق. والفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن النقط اللي بيتم فيها تقدم الاعمال. زي ما انت شايف هنا من النقط اللي بيتم ذكرها برضو اللي هي البروجكت بروجريس او تقدم الاعمال في المشروع. واولا بتذكر الاوفر اول بروجريس طبعا، وبيكون ممكن غالبا بيكون بالنسبة للبروجرس بيكون متقسم ليه أكتر من بند. زي ما أنت شايف ممكن هنا يتقسم لبند البروكيورمنت زي موضوع المشتريات مثلا، لو في عندك مواد كتير مثلا بتتورد للموقع، نقط كتير فيه زي جزء الكونستراكشن كان واخد جزء كبير 63%، ف كان واخد برضو جزء كان مهتم بيه بموضوع الكونستراكشن أغلب الأعمال يعني. وفي حاجات تانية متقسمة يمكن زي ما أنت شايف 1% 3%، و كذلك برضو بتشوف ال previous week و this week. دايما انت شايف برضو زي ما كنا اتكلمنا قبل كده ال plan وال actual، ده كان بالنسبة للأسبوع اللي فات خلاص، ده بالنسبة للأسبوع ده كان ايه ال plan بالنسبة لنا، كان كام في المية، وال actual كام في المية. زي ما انت شايف مثلا في بالنسبة لل construction احنا كنا مخططين ان احنا تقريبا نعمل 4% مثلا بالنسبة للأسبوع ده، لا ده احنا عملنا 9 يعني 7 من 10% بالعافية يعني. ف بتشوف نسبة البروجرس اللي انت عملته، وحتى بالنسبة للإجمالية، وبتشوف بالنسبة للفارينس أو الاختلاف عن المفروض البلاننج أو السكيدول اللي انت كنت مقدمه. وبعد كده ده طبعا الأوفر أول، بعد كده بياخد بالتفصيل بقى مثلا بالنسبة للبروكيورمنت بالنسبة لكل حاجة. زي ما انت شايف مثلا هنا بالنسبة للبروكيورمنت بيفصل فيه بحيث ان لو في حاجة احنا عايزين يعني نعمل لها هايلايت او نهتم بيها جزء تاني. زي كده برضك الكونستراكشن بروجريس برضك في مجموعة اعمال كل مقسمينها زي ما انت شايف، كل جزء ممكن يكون شايل 70% 10% 3% حسب ما نكون عاملها في البلاننج. وبرضو كذلك بالنسبة للأسبوع الماضي الأسبوع ده وحتى الإجمالي لغاية الأسبوع ده. ولو طبعا لو انت متأخر غالبا زي ما انت شايف بيكون النواتج بالسوالب بحيث ان انت تكون متأخر. بيذكر برضك بالنسبة للكونستراكشن ايه اللي انت عملته مثلا بالنسبة لأعمال السيفيل او الكونستراكشن اللي انت عملتها، فتذكرها برضك ك items. برضك قد بيتم ذكر ال invoicing او ال payment status ان انت مثلا لغاية الوقت برضك بيكون متقسم مثلا لو في advanced او في حاجة في المشتريات بالنسبة للموبيلايزيشن بالنسبة للكونستراكشن. مش عايزين نذكر اشياء محددة لان زي ما قلت لك انه على سبيل المثال فقد تختلف البنود ديت من مشروع لمشروع. وبرضو نفسه ممكن انت ما تذكرش موضوع الانفويسنج المستخلصات او البيمنت او وضع البيمنت اللي موجود عندك، مش لازم تذكره يعني، ولكن قد تذكره برضو بتذكر قيمة العقد بالنسبة للجزئية ديت، او تذكر برضو القيمة الإجمالية وتشوف نسبة البروجرس بالنسبة لها. اخر نقطتين هنتكلم فيهم اللي هي المان باور هيستوجرام، وتقدر تقول يعني الشباب اللي يمكن درسوا او المهندسين اللي درسوا البروجكت مانجمنت خاصة مثلا في شهادة البي ام بي، فكنا تم دراسة الريسورسز هيستوجرام عموما انه بيكون عندك في ريسورسز معين فعايز تشوف استخدامه مثلا بالنسبة للوقت وكده، فبتقدر تستخدم اللي هو الهيستوجرام. طبعا الجزئيه اللي اتكلمنا عليها النهارده اللي هي او اللي بنستخدمها هنا اللي هي المنبار هيستوجرام، وزي ما قلت لك برضك ممكن
تستخدم الجزئية دي أو ما تستخدمهاش في التقرير بتاعك، ولكن كان هنا كان مطلوب إن احنا نعمله. وبرضك هنا كان مقسمه لي indirect manpower و direct manpower، العمالة اللي هي موجودة مباشرة وشغالة معاك، وهي العمالة الغير مباشرة تقدر تقول مثلا زي الرنتال لو انت مأجر. فدايما انت شايف هنا المان باور، وده يعتبر الوقت، ده طبعا من بداية الأسبوع 15 16 17 18 لغاية ما وصلنا 21، ده مدة الأسبوع. والأخضر ده كان بيبين الاندك، ده المفروض اللي هو كان البلاند ان احنا كنا بنقول لهم احنا هنجيب حوالي 49 عامل، 49 المفروض كنت طول الأسبوع ده ان احنا هنجيب حوالي 49، ولكن الاكشوال فعلا ان احنا لا ما عرفناش نوفر 49، فجبنا 27 27 35 زائد 31 31 31. فعلى الاقل برضو نفهم انه انت المفروض مثلا خلال الاسبوع ده انت جات لك مشكله بسبب ان المان باور نفسه مش كانش كفايه او على حسب البلاند، فده اكيد اثر على البروجرس بتاعك او الكونستراكشن بتاعك او ايا كان الاعمال اللي انت كنت عامل لها بلاننج في خلال الاسبوع ده. ف نفهم على الاقل مثلا من خلال الرسم البياني اللي موجود انه كان عندك مشكله برضك في موضوع المان باور ده، كذلك في الدايركت مان باور، وكذلك مثلا بالنسبه للرصاصي ده المفروض كان المفروض العمل المباشر معاك حوالي 300 واحد، لا انت بس معاك 209 واحد. وكذلك برضك هنا ده بالنسبه للعمود الراسي المان باور، وبالنسبه الافقي التايم على خلال الاسبوع. وكذلك برضو بتذكر next week plan of their updated schedule، يكون عندك schedule، وبتذكر مجموعة النقط معينة اللي انت هتتكلم فيها. ولو مثلا انت في الاستشاري او الجهة الاستشاري معاك مثلا، فممكن بتتناقشوا في النقط ديت، او هل محتاج ان انت فعلا انت تقدر تشتغل فيها، لا ده في مشكلة ان انت تشتغلها اصلا، لا ده بوفر لي ده الاول. مناقشات بتتم يعني بخصوص النقط اللي انت تذكرها بالنسبة للنكست نكست ويك بلان. اخر حاجة نقطة اللي اتكلمنا عليها في تمهيد قبل بداية الفيديو اللي هو موضوع الاس كيرف، يمكن بس هنا شوية مش واضح الرسم، فحاول اجيبها بالنسبة مثلا للتقرير الشهري. زي ما انت شايف هنا في ابديتد اس كيرف، تقدر تقول خلينا بس نشوف الاول نقطة كده هنا اللي هو الاس كيرف. اس كيرف ريبريزنت كيميوليتيف جروث اوف ذا سيلكتد فاريبل اور اماونت اوف ورك اوفر ا جيفن تايم بيريود، يعني غالبا بيديك الكمية الاجمالية لمتغير معين مع مرور الوقت. ده بيوضح لك الرسمه ديت او الرسم البياني ده بيوضح لك الجزئيه ديت. ان بروجكت مانجمنت كيرف ار يوزد تو جرافيكلي ديسبلاي كيميوليتيف بروجريس اوف ورك اكسبريسد ان يونتس اوف كوست ليبر اوف اورز برسنتج اوف بروجريس والى والى اخره. فتقدر تقول انه يقدر بيعبر لك عن متغير معين، سواء انه كوست ساعات عدد العمال نسبة تقدم الاعمال التكاليف اللي موجودة مع الوقت. فزي ما انت شايف هنا انت بس هو برضك هو بيديك رسم بياني كده تقدر تقول، بحيث ان انت ما تشوفه على طول تعرف ان انت فعلا انت متقدم او انت متأخر، او حتى لموضوع المقارنات ده احنا وصلنا لكام في المية، بحيث انه على الاقل اداة توضيحية اكتر يعني. فزي ما انت شايف هنا مثلا ده بنعرض فيه عندنا حوالي اربع متغيرات، هنا في بلاند اكشوال، وفي بلاند كوميوليتيف، واكشوال كوميوليتيف. وقلنا زي ما قلت لك انه كوميوليتيف لانه غالبا بيتعرض للكوميوليتيف عشان يبين لك الموضوع ده مع الوقت، او انت وصلنا فين مثلا من بدايه المشروع. فهنا يعتبر ده مثلا شهريا من صفر لغايه 30% تقريبا، ده اللي احنا كنا محتاجينه. هو بالنسبه للاكيوميوليتيف وصلنا تقريبا ليه حوالي من مثلا بصفر لغايه 120%. زي ما انت شايف كل شهر في عندنا بلاند واكشوال. الشهر مثلا جولاي 2019 كان احنا المفروض في البلاند ان احنا كنا وصلنا 13%، احنا وصلنا ل 1.8% في الاكشوال، ده اللي احنا عملناه. وبالنسبه للاكيوميوليتيف برضو بتذكره وتذكر الاكشوال اكيوميوليتيف. فزي ما انت شايف المفروض الاحمر ده اس كيرف كده بيبين لك الاجمالي بالنسبه لتقدم نسبه تقدم الاعمال. زي ما انت شايف المفروض ده طبعا بدايه من الصفر او نسبه مئويه بسيطه لغايه ما يكون المفروض وصلنا مثلا في
يناير 2020 احنا المفروض نكون خلاص وصلنا ل 100% في المشروع، ولكن واضح انه من بداية نقول مثلا من ديسمبر 2018 بدأ يكون في فجوة، والاكشوال زي ما انت شايف ماشي بالراحة شوية كده، وفي فجوة بدأ تتسع المسافة بين اللي المفروض ان انت تكون ماشي عليه على حسب الاسكادول والاداء الفعلي اللي بالنسبة لك. فلا شد حيلك شوية، او عايزين نقلل الفجوة دي بايه، زود ريسورسز، زود من باور، ايا كان الاكشن اللي احنا هنتخذه علشان ان احنا نعرف نزود البروجرس اللي موجود بالنسبة لنا. لان احنا يمكن مثلا في لغاية يناير 2020 يدوب مثلا وصلنا ل 40%، وخلاص احنا كنا وصلنا 100% بالنسبة للسكادول اللي احنا كنا حاطينه. وكذلك برضو يمكن عشان كان عندنا الميجر كونسيرن بالنسبة للكونستراكشن، كان عمل الكونستراكشن واخدة نسبة كبيرة، فكان برضو وعارضها مع الوقت لان هي مأثرة بنسبة كبيرة. وكذلك نفس الفكرة برضو بالنسبة للبلاند اكيميوليتيف، المفروض ان احنا برضو نكون 2020 او يعني يناير 2020 او على الاقل ديسمبر، مش ديسمبر كمان، ده احنا المفروض في اغسطس 2019 المفروض نكون خلصنا 100% من اعمال الكونستراكشن، ولكن في الحقيقة انت وصلت بس ل 18%، فعندك جاب كبيرة جدا. عندك تقريبا نقول يعني مثلا اعتبر دي 20، عندك 80% او بنسبة 80% تأخر اعمال عن المفروض ان انت تكون خلصته. فنبدأ على الاقل ناخد اكشن، نزود زي ما قلنا قبل كده، مش عايزين نعيد الكلام، نزود ريسورسز او نعمل كراشنج. طبعا الحاجات ديت ما علينا، مش عايزين ندخل فيها، يعني احنا غرضنا بس ان احنا نوضح الفكرة عامة يعني. فان احنا بس نبدأ ناخد اكشن بخصوص التأخر اللي احنا فيه ده، فعايزين نعدي الموضوع او نعدله بحيث ان احنا نقلل الخسائر اللي موجودة عندنا قدر الامكان. كده نكون يعني وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكون وضحت الفكرة من النقط اللي احنا قلنا ان احنا نذكرها في بداية الفيديو. اظن كده يمكن غالبا وصلنا يعني لجزئية تقرير الاسبوعي ده، كده وضحناه. وزي ما قلت لك انه مش ديت النقط المفروض ان هي تكون في كل تقرير اسبوعي، زي ما قلت لك ان هي بتختلف من مشروع لمشروع، ومن جهه مالكه الماركه ممكن جهه مالكه تانية تقول لك لا ما تعمليش الفورمات ديت، انا عايز حاجه تانية، وممكن اصلا مش محتاج الحاجات ديت ان انت تعرضها لي مثلا يعني. فده غالبا بيرجع للمشروع اللي معاك والجهه المالكه اللي معاك. ان شاء الله نلتقي في فيديو اخر. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.